والله موضوع الحرس ده مع القلب حاجة تجرف. ده انا لو مش طول النهار بزعق في وشهم كان زمانهم قاعدين معانا دلوقتي. واضح ان كل واحد في البلد دي محتاج له حرس معاه. جايبانا هنا ليه؟ ايه عادي يعني ما عايزاش اروح. ولا عشان تسأليني على طايع؟ لا موضوع طايع اتقفل خلاص، ما عايزاش اسمع عنه تاني. عرفت انهم ضربوا نار على بيتنا امبارح؟ مين؟ جابر ولد عصران وامه. حد جرى له حاجه؟ كان زمان يعني دلوقت. واضح ان طايع كان عنده حق، كانش لازم يطلع، كان في السجن في امان. ولا عاد السجن امان. صابر اخو جابر دخل السجن عشان يقتلوا برضه. قومي جوا. اراضي القرعه في لوكسور الجديد. احمد واصل عبد الرحيم. احمد واصل عبد الرحيم. الف مبروك يا احمد. مبروك يا واصل. مبروك يا احمد. ناشد يوحنا صلاح. ناشد صلاح. ناشد يوحنا صلاح. مبروك يا ناشد. الله يبارك فيك يا حاج. مبروك يا ناشد. الله يبارك فيك يا شيخ العمده. اللي هقول اساميهم دلوقت يطلعوا عشان ياخدوا حجه خمس فدادين في البر الغرب. ربيع عبد القادر القرشي. ربيع القرشي. عماد شعبان الفولي. عماد شعبان الفولي. رضوان عبد الحاج الشريف. رضوان عبد الحاج الشريف. ايه مفيش حد من اللي قلت اساميهم موجود ولا ايه؟ رضوان اهو. جرى ايه يا حاج رضوان؟ ما طلعتش ليه تستلم ارضك؟ عمدة الارض دي ارض الرئيس حربي. كانت الحكومة كلفتني اوزعها عليكم. الرئيس حربي ما بيرحمش. الراجل اللي اشترى بيته قطع له اليد المضى بيها على العد. الرئيس حربي متداري زي الفراخ من الحكومة. بس يده طويلة يا عمدة. أنا يدي أطول. عبد القادر اللي سمع اسمه يطلع. سقفوا له. حق رضوان. سقفوا له. Grazie. مش هنخلص من الموال الازرق ده. يا استاذه امينه اساليه هتلاقوا لنا الاثارات ميته. Non so cosa dirgli, lui mi ha chiesto quando troveremo reperti, cercheremo fino a quando li troveremo. Sì. No problema. ما فيش حاجة اسمها امتى يا ريس حربي، تباسة أثرية، هتفضل كده تنقب لحد ما تلاقي. نقضيها خرايط ورطن مع بلدياتك الخواجات دول. ده لافين فلوس كدك دي لغاية دلوقتي، ما فيش حاجة طلعت. يا ريس حربي لو سمحت، ما تقوليش بلدياتك دي تاني، أنا مصرية زي زيك. النبي صح. أنت مش قلت إنك مولودة في إيطاليا وطول عمرك عايشة هناك؟ قضيت طول يا شيخة. بعدين بيني وبينك، تكفيل ده مش مصري أبداً. أقول لك إيه؟ كبيركم أسبوع تلاقوا المقبرة الملكية. هو مش الدلال بتاعك اللي جايبنا هنا؟ خليه يوريني فين مكان الآثار وأنا أنزل أجيبها لك بنفسي. أمينة بتتكلم صح يا أبوي. طيب يا دوبك
نلحق معادنا يا ابوي. سيبك من اللي عامل فيها دلال ده ونركزوا في شغلنا. قول لي يا سلطان، ده بنصرف قد ايه على الخرايط والاجانب والمعدات عشان نلاقوا مقبره؟ اوه ملايين. اهو دلال واحد حقيقي هيوفر الملايين دي كلها، هيلاقي لنا المقابر ببلاش. طب على الطلاق كله مرجصين. انت شفت دلال حقيقي قبل كده؟ لا. يبقى خشمك ما يجيبش هوا. ايه اللي بيصفر ده؟ ما بعرفش. اقلع خليجاتها. ها؟ تعال. اقلع. ما معيش حاجه يا ريس، ضاحي. اقلع على حالك بدل ما اخلي الرجاله تدلعك. حاضر. يا رئيس حربي. مريض. ليه كان مروح ايديه؟ ودع زمايلك. ألو سيادتك يا رئيس حربي، أنا عندي عيال كتير. أقسم بالله ما هكررها تاني. أنا عارف إن أنت مش هتكررها تاني. بس أنا لو سبتك غيرك هيتشجع ويعملها، صح؟ خلي بالك ما تقولش أي كلام، هتتحاسب عليه أكتر من السرقة. قول لي أنا ينفع أسيبك؟ لا. ودع زمايلك. يا ريس. ودع زمايلك. زومها إيه البتاعة اللي على عينينا دي؟ ما ينفعش نعرف المكان اللي هنقابل فيه الريس. عشان كده خدوا التليفونات كمان. خلاص فك فك. معاه فواز. وانت ليه ما مشيتش من البلد؟ انا عاوز اشتغل معاك يا رئيس حربي. ليه؟ حد قال لك عنا وزاره الصحه اياك؟ قصدك عايز لحمايه؟ لا، زي ما حميت نفسي جوه السجن اقدر احمي نفسي براه. زي ما حميت نفسك من ولاد عسران امبارح. قلت الكلمتين دول في البلد ووفرت على نفسك المشوار. ما عايزينش دكاتره هنا. بعدين عشان تشتغل مع الرئيس حربي هتتحط سنين تحت الاختبار او من غير حمايه. ساعتها ولاد عسران هيطخوك. فمش هتنول اللي في بالك يا دكتور. ما فواز اشتغل معاكم على طول. فواز ربنا اداله هبه ما بيديهاش لاي حد، واحد في المليون. روح يا دكتور. رئيس حربي. أنا دلال يا رئيس حربي. سيبه. أوه دلال تاني. أنت دلال؟ أيوه. يعني بتحس باللي في بطن الأرض؟ زي أبوي. أبوك ما يختلفش عليه اتنين. لو أنت دلال صح تشتغل معانا وتاخد الحماية. يشتغل معانا فين يا أبوي على طول؟ اكتم! أما أتكلم تكتم. وأنا هرفع راسك يا رئيس حربي وهلاقي لك مجابر. طيب. طيب يا اخويا احنا رايحين نحفر في مقبره وراها لنا فواز. انت لو دلال صح هتوصل لنا. يلا. هوصل لكم كيف يا رئيس حربي؟ يا رئيس حربي هوصل كيف؟ ارجع كيف يا رئيس حربي؟
بقول لك ايه يا دي انت، انا صبري بدا ينفد معاك، ومش معاك انت بس، انت والغجر اللي بره دول. يا ريس حربي، انا والخرايط بتاعتي بنقول ان هنا مفيش مقابر ملكيه، لكن انت مصمم على المكان ده عشان اللي معاك ده قال كده. وعلى كلامه لقينا مقابر عمال، اللي دايما يكون جنبها مقبره ملكيه واحده على الاقل. الخرايط بتقول ان مفيش، خليه بقى هو يدلني في مكان المقابر الملكيه. هيحصل بس مش النهارده. النهارده ولا بكره ولا بعد سنه. ليه يا فواز مش النهارده؟ قلت لكم الوحي بيجي لما بالي يكون صافي. سلامة بالك. والمرة دي ايه؟ عندك فكر؟ ولا بتحب جديد؟ لا، أخوي سايبينه يموت في الصحراء. لو دلال هيوصل. طب عليا الطلاق، الواد ده بياكل بعجل لا حلاوة، لا دلال ولا نيلة. الواد ده دلنا على مكان عكس الخرايط ولقينا مقابر. مقابر عمال. قول لي يا فواز، في هنا مقبرة ملكية؟ مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ ها؟ بيضحك علينا. سيبهولي يا ابوي، انا عارف اتصرف معاها. تعال.